2003 عندما دخلت القوات الأمريكية العراق قلبت كل الأمور رأساً على عقب. من ضمن الأمور اللي انقلبت أزاحت دكتاتور، ولكن في نفس الوقت جعلت الأبواب مفتوحة أمام الفوضى، وهذه الفوضى كانت خطرة جداً على الناس المسالمين الآمنين في بيوتهم. في 2005 و2006 و2007 كانت شديدة جداً على العراقيين، يعني كان الكل مهدد. فقدنا كثير من المسيحيين، قتلوا بشكل مؤسف جداً. كنا نرى العالم تتقاتل، ولكثرة الانفجارات ولكثرة والفوضى التي في البلد كثير من المستشفيات فقدت. اسمي كانون فايز جرجيس، وأنا حالياً راعي أبرشية سان جورج في بغداد. رعية سان جورج هم من مختلف مكونات المسيحية اللي تعيش في العراق. الكنيسة تفتح أبوابها للجميع إذا صلينا فقط من أجل هؤلاء. هذا أعتقد أنه غير كافي في ذلك الحين، كان جداً ضروري ومهم إنشاء مستوصف لمعالجة الناس. المستوصف الموجود في سان جورج اللي افتتح بال 2007، يعني نقول انه هناك مختبر، هناك غرفة أشعة، وهناك صيدلية، وهناك عدة غرف للأطباء، صيدلية تعمل بشكل مجاني، كل شيء مجاني. هو أصبح معروف في المنطقة والمناطق المجاورة والأخرى أيضا البعيدة أن هناك الكنيسة لديها مستوصف ويعالج بكل محبة وبكل كرم الناس الذين يترددون على هذا المستوصف. ونلاحظ أيضاً أنه نفس طريقة هذا العمل موجود في الروضة، وموجود في المدرسة، وموجود من خلال احتكاكنا مع الناس، نفس المحبة، نفس العطاء. نحن كمسيحيين عندما نتكلم عن السلام، عن المحبة، عن التعايش مع الآخرين، يتطلب أن المجتمع ككل يكون مؤثر، أن أقدم محبة، أن أغفر محبة، أن أساعد محبة، أن أعزي محبة، أطعم محبة. هذه هي ترجمة المحبة على الأرض.